في ذكرى استشهاد قائد المسيرة القرآنية السيد حسين بدر الدين الحوثي، خرج شباب الأمانة في حملة نظافة وزرع الأشجار تقليدا للقيم الإنسانية التي زرعها فيهم. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. لقد حمل السيد الشهيد حسين بدر الدين الحوثي مسؤولية الارتقاء بقيمة الإنسان اليمني وتعميق حلقة الوصل بينه وبين ربه، ومدى تأثير القرآن الكريم بإيجابية كبيرة في شتى سبل الحياة، وتخليدا لتلك الرؤية القرآنية الحكيمة تجاه الحياة. أبناء صنعاء يدشنون حملة شبابية لتنظيف وزرع الأشجار في شوارع الأمانة. ذكرى الشهيد القائد الذي استمدينا منه جانب من جوانب الإنسانية والقيم الإيمانية التي هي تحت عنوان الإحسان، استمدها من كتاب الله عز وجل. أبينا في هذا اليوم في ظل هذه الذكرى إلا أن نخرج لنجسد بعض القيم الإيمانية كالإحسان في الجوانب الخدمية، النظافة، التشجير، غرس الزهور في الأماكن التي من خلالها يضع الناس الكمامة بطريقة الخطأ. خرجنا لذكرى استشهاد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، خرجنا لتنظيف المدينة بذكرى استشهاده. أهمية كبيرة بالخدمة للوطن والمواطنين، وهذه المشاركة تسعدنا في مساعدة أخواننا في النظافة، ونتمنى من الجميع التعاون مع رجال النظافة وأيضا التعاون مع رجال المرور. وبحجم التضحية الجسيمة التي قدمها الشهيد القائد، تبقى في قلوب كل أبناء اليمن منهجا تعليميا كبيرا يبنون به حياة إيمانية خالصة. هذه الأشياء التي زرعها فينا القرآن الكريم وأحياها في نفوسنا السيد حسين بدر الدين الحوثي، ولذلك نريد أن نوصل رسالة للداخل والخارج أن هذه المسيرة مسيرة عطاء، سواء في ميادين الجهاد بذل الروح، بذل النفس والدماء والجراح وكل ما استطاع الإنسان، وكذلك بناء البلد. هذا الحملة هي مظهر من مظاهر الإحسان التي رسخها الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي في منهجيته، في منهجية القرآن، والتي رسخت في منهجية القرآن، وإنما جددها السيد حسين صلى الله عليه في منهجيته، في معانيه، في توجهه للأمة، فأن يتمسكوا بهذه المظاهر التي فيها مظاهر إحسان فيها لفروعها من النظافة، من الاعتناء بالمدارس، بالمساجد. ودوما ستبقى دروس الشهيد القائد شماعة تضيء لنا الحياة وتنور لنا دروب العيش المختلفة التي تنبثق من القرآن الكريم وعلومه. رافت الأليسي، القناة اليمن، من اليمن، صنعاء.